السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمركز للأعمال الجديد يقع في ولاية أم بواقي في عين فكرون. والمركز هذا فيه عدة يعني نشاطات، منها مدرسة خاصة ومكاتب ومساحات تجارية وعدة لواحق يعني في هذا المركز للأعمال. واللي نشوف التصميم دياله يعتبر رائع جميل جدا. تبقى مسألة التهيئة العمرانية حول المعمار هذا، ويعني التصور بصفة عامة لتطوير ما يسمى بالمدينة والفضاء الحضاري لجعله يتلائم مع الإنسان. وإن شاء الله يكون فيه التفكير لإنتاج مدينة بأتم معنى الكلمة. والسلام عليكم.